We'll be right back.
chez moi, chez moi. Les meufs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة هتكون عن ركلات الفنون القطرية، بس هتكون مدمجة، يعني دائرية مع وش قدم، خلفية مع عالمية. هنتعلم أكتر من ركلة في أكتر من وضع مع الدم. هنبتدي ندمج ركلات مختلفة. اوكي يلا بينا. دلوقتي حضراتكم هندمج أول ركلتين مع بعض، هندمج الأمامية مع الجانبية. دلوقتي طبعا هنتخيل إن احنا مثلا واقفين كده، في نفر بيهجم عليك من قدام وفي نفر جاي من وراك، فانت دلوقتي هتتصرف ازاي؟ هتضرب ركلتين في نفس الوقت، هنتعلم ندمج الاماميه وفي نفس الوقت هتضرب الجانبيه، الاثنين مع بعض، ممكن تحسبها مثلا ان هي الخلفيه، لكن انت عشان هتبقى واقف بشكل جانبي هتلعب جانبيه بعد ما هتلعب الاماميه، وهتلف وسطك عشان تعرف تضرب الضربه صح، ومن غير ما تنزل رجلك، يعني مش تضرب ضربه بعد كده هتنزل وتلف له، لا، الاثنين في نفس الوقت. ازاي؟ اهو، هناخد شكل الضربه، يعني مثلا واحد جاي كده اهو. ركلة كده في الجانبية كده. طبعا عشان الحركة دي تيجي معاك بسهولة ويسر، هتبتدي ان انت تتمرن ازاي. هي بتبقى شبه ملاكمة الزل، ان انت بتتخيل كأن خصم واقف قدامك وبتقوم ضارب الامامية بالشكل ده كده، وبتستنى تلف وسطك بالشكل ده كده، وبتلعب الجانبية، وبعد كده بتنزل. عشان تتمكن انك تلعب الركلتين في نفس الوقت بيبقى في توازن في رجلك. لو تابعت الحلقات اللي عندنا في القناة في تمارين التوازن هتلاقي الركلتين مع بعض في توازن ويسر معاك. تاني هنلعب الأمامية. مش هينفع الف كده بالظبط، لا، أول ما هلعب الأمامية هظبط الاتجاه بتاع الضربة وهلعب الجانبية. تاني أهو، تمام. يلا بينا على الركلة التانية. هناخد دمج الركلتين التانيين، هناخد الجانبية مع الوش قدم. هنتخيل إن في خصمين، واحد قصادي بالظبط هلعب معاه الجانبية، والتاني هلف وسطي بزاوية عشان ألعب معاه الوش قدم من غير ما أنزل رجلي برضه. تمام. دلوقتي هنتخيل إن أنا واقف مع حد، هلعب مع واحد الجانبية وألف وسطي مع التاني هلعب الوش قدم. تمام أهو. إزاي؟ يا دوبك هبدأ هطلع الجانبية كده مع الخصم، هلم رجلي، هلف وسطي اللي قدامي وألعب معاه الوش قدم. تمام اهو، بقف تاني، العب من غير وش كده. يلا بينا على الركلتين اللي بعديهم. دلوقتي حضراتكم فاضل لنا الركلتين دول، وبكده هننهي الحلقه. بعدها هناخد دمج ركلتين الوش قدم في الخلفيه. يلا بينا. دلوقتي حضراتكم هنتخيل ان احنا مثلا في فايت، لو الخصم اللي قدامي سواء في قتال الشوارع او في القتال القانوني، لو حسيت ان هو بدا عليه الارهاق والتعب تقدر تستخدم ركله فيها دوران او خلفيه، انما لو هو لسه فايق وبكامل نشاطه ما تحاولش تديله ظهرك عشان ما تتفاجئش بهجوم مفاجئ. دلوقتي طبعا هنتخيل مثلا انا خلاص حسيت ان هو بدا يفقد التوازن بتاعه وبدا يتعب وباين عليه الارهاق، هبتدي اخش عليه وش قدم ضربه تدروخه وهتعبه، وما انا لافف بظهري واعطيله الخلفيه عشان تبقى قاضيه بالنسبه له. دلوقتي يعني هو لو واقف قصادي مثلا كده فرحت انا داخل اعطيله دلوقتي اهو، انا هتخيل هلعب معايا الوش قدم بالشكل ده كده، هو هعتبر ان هو دروخ، هقوم لافف بظهري واخش عليه الخلفيه اهو. تاني هعتبر ان انا اديته وش قدم تعب، هقوم داخل اعطيله الخلفيه على طول اهو. الناحيه الثانيه نفس الكلام، هتلعب معايا وش قدم تلف تديله الخلفيه. تمام اهو، هتديله وش قدم، هتلف كده وانت بتلف رجلك اللي كانت ورا هي اللي بترفع، واول ما بتوصل للشكل المناسب تديله الضربه. ما تديلوش الضربه الخطا في الضربه دي انك تضربها وانت مش شايف الخصم بالشكل ده كده، لا، اهم حاجه تكون مركز على الخصم. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.